في بوست انتشر على السوشيال ميديا بيقول بما معناه ان في حاجة في لوغاريتميات الفيسبوك وتظبطها ليها علاقة بمنع البوستات من الوصول للأشخاص الموجودين اللي هم أصحابك لو فيها الكلمة أو فيها بعض الكلمات اللي ليها علاقة بفلسطين، غزة، الاحتلال، صح ولا غلط السؤال؟ ده حقيقي طول الوقت من امبارح والنهاردة. أكتر شيء ممكن تقراه على الفيسبوك تحديدا ان ناس كتير جدا من الموجودين بيكتبوا اصدقائي الاعزاء مؤسف ان كثير من التدوينات لبعض الاصدقاء تضيع برغم اهميتها لان الفيسبوك حدد عدد الاصدقاء وبالتالي في اصدقاء كتير لم ارى تدويناتهم وبنطلب منك ان انت تترك تعليق سريع ولو كلمة واحدة مثل مرحبا شكرا أو أي شيء علشان يحصل شيء. بس أنا الحقيقة شكيت في القصة دي، يعني القصة دي فيها حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، زي اللي هو ابعت الدعاء والنبي اوعى توقفوا عندك، ابعتوا مش عارفة ال 25، ابعتوا ل 10، ابعتوا ل 100 عشان مش عارفة ايه. فحسيت ان ده انتاج للأفكار دي كلها، يعني بس أنا في مش جزء منها مقتنعة بالقصة دي. على كل حال في جزء منها بالدليل إن إحنا، بس قبل ما ناخد وليد حجاج خبير الأمني هو هيفهمنا أكتر، افتكري إن أنت لما بتيجي تتكلمي عن موضوع أو عن شخص بيطلع لك على السوشيال ميديا، فلو إحنا ربطنا بفكرة إنه ممكن يكون ده في دماغهم، خلينا نعرف ممكن نكون غلطانين. معنا خبير أمن المعلومات وليد حجاج. أهلا أستاذ وليد، إزي حضرتك؟ مهندس وليد. طيب عقبال ما يوصل، أنا لا أنا بقول إن أنا صح ولا بشكك في كلام صغير، أنا بس بقول إن لو هناخد من بره خالص، لو فكرة إن في بنتي اللي هي موجودة معايا على السوشيال ميديا عملت نوعية البوست ده أو أصحابها اللي هم برضو موجودين معايا على السوشيال ميديا عملوا نوعية البوست دي وما وصلت لناش، ليه؟ لو أنا جيت قارنت باللي بيحصل وبالبوست اللي اتكتب على الفيسبوك إن في حاجة غلط بتحصل، أنا ضد موضوع مبدأ المؤامرة، ولكن إحنا محتاجين نفهم صح ولا غلط. احتمال ممكن يبقى في حاجة من الكلام ده صح، محدش عارف. طيب هو لو القصة الخاصة بفلسطين وان في حاجات ما بتبانش، يعني ممكن الواحد يقول ربما، يعني هنا نحط ربما بين قوسين، لكن بشكل عام انا بالنسبة لي القصة دي انا اشك في دقتها. وعلشان كده ليه؟ لان انت لما بتلاقي حاجة كتيرة جدا وبإلحاح كتير جدا والحق واعمل مثلا تفتكري انه هاكينج يعني هيقفل ايه لو ما بعتش ايه وايه هيحصل ايه، كل الحاجات دي بالخبره وبالتراكم وبان الواحد ممكن يبقى هاكينج، ممكن لا مش هاكينج، او ممكن يبقى فيروس، بس ولا فيروس ولا هاكينج. بس ده خلاني افكر، يعني انا معاكي انه ممكن ده اللي احنا بنتكلم فيه البوست ده ممكن يبقى فيه وراه حاجه غلط، بس في نفس ما هو وراه حاجه غلط خلاني انا افكر ان ليه ما يتعملش بطريقه ما. عارفه انت في قانون دلوقتي على فيسبوك ان اي الفاظ بتتكتب البوست ده بيتشال. ده تمام، ما بالك لو من ضمن الكلمات دي كلمه زي فلسطين، أيوة فلسطينيين، في زي ما احنا بنقول كده او بنسميها تجاوزا الفقه المفردات على الفيسبوك. لكن اللي انا بتكلم عليه او يعني انا اتعلمت ان لازم يبقى فيه دقه، ان انا ما صدقش اي شيء بينشر. فخلينا نعرف ونتاكد من القصه دي ايه بالظبط دقتها. مهندس وليد حجاج، مساء الخير. النور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اكيد انت تابعت معانا وشفت زي ما احنا شايفين طول الوقت ده اكتر شيء بيتنشر، ايه الموضوع؟ دي حقيقه فعلا.
هو بصي حضرتك البوست اللي منشور ده فيه شقين. الشق الاولاني او اول كام سطر فيه بيقول يا جماعه ان الفيسبوك الالجوريزم او الالجوريتمات اللي معمول بيها موقع الفيسبوك فيها مجموعه من الحاجات اللي بتعمل حظر للمنشورات، ولغايه هنا الكلام صحيح. وعشان نتجاوز الالجوريزم بتاع الفيسبوك فاحنا هنعمل البوست الفلاني. طبعا هنا الكلام ده عاري تماما من الصحه، مفيش حاجه اسمها تتجاوز الالجوريزم بتاع الفيسبوك بانك تعمل بوست. ده مش كلام منطقي ولا سليم خالص. الخطوه اللي بعدها بيقول فاكتب اي كومنت واكتب اي حاجه علشان ابتدي اشوف منشوراتك. الجزء ده يبدو في شكله العام ان هو صحيح، لان حضرتك اي منشور بيتم التفاعل عليه المنشور نفسه بيتم تداوله بشكل اكبر. يعني حضرتك انا لو نزلت صوره والصوره دي عجبت الناس والناس بدات تكتب كومنتس وشير واللايك هيبتدي ينتشر البوست اكتر. ده من سياسه الفيسبوك او من الالجوريزم بتاع الفيسبوك ان اي حاجه عليها تفاعل بيقوم بنشرها ما لم تكن ضد سياسه المنصه فيعمل لها تقييد او يعني يحجم النشر بتاعها. ففي الحاله دي اللي هينتشر البوست نفسه للناس كذاب، مش ما فيش حاجه هتختلف، مش بقيه الحاجات بتاعتك هتظهر ولا حاجه. فالكلام كله عاري تمام من الصحه، ولو جينا في مجمله فهو كلام غير منطقي، لان انا مش هتخطى الالجوريزم بتاع الفيسبوك بمجرد ان انا بوست كتبته. ده كلام غير سليم. الهدف بقى من الحاجات دي اكتر من حاجه. في ناس بتعمل الكلام ده بهدف الترافيك، انه عايز يعمل ترافيك لمنشوراته، وفي ناس تانية بتاخد الكلام ده وبتقوم باعاده نشره تحت مسمى ان هي مقتنعه بيه، او تحت مسمى هي بتتساءل الكلام ده صح، طب خلاص انا هعمله، لو طلع صح اديني عملته، لو طلع مش صح مش هخسر حاجه. فيبتدي يجرب يشوف الكلام ده ليه مصداقيه ولا لا ويبتدي ينشره. لكن المواضيع دي كلها لن تخرج عن فكره ابعت الرساله دي العشرة ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله والحاجات دي كلها. طيب انا لو سالتك في سؤال تاني ملهوش علاقه، تمام، يبقى احنا معنى كده ان احنا ناخد بالنا من البوستات دي. لكن القصه بقى اللي انا بحكيها ان هل في احتماليه ان في بعض البوستات ما توصلناش علشان خاطر في كلام يعني ليها علاقه بكلام معين يتقال لا أو يعني تحديدا الناس اللي بتتضامن مع القضيه الفلسطينيه، هل ممكن فيسبوك يخفي ما توصلناش المنشورات دي او الكتابات ممكن دي؟ ما توصلش ده حقيقي. ولكن انا بس هاكد لحضرتك كام نقطه ومش هقولهم بتفسير واضح قوي علشان لو الحلقه دي نزلت سوشيال ميديا ما تتحجبش. في مجموعه من الكلمات، مجموعه من الكلمات لو تم ذكرها او مجموعه من الحاجات لو ظهرت في منشور سواء صوره او فيديو او كلام مكتوب بيتم تقييد انتشار البوست ده، وبيتم بعديها تقييد انتشار محتوى الحساب نفسه. لو انت حاطه صوره فيها بعض المحتوى المؤيد لفكر هو ده يا باشمهندس وليد اللي اتقال لي بالظبط، هو ده اللي الشباب المصريين اللي بره مصر منهم بنتي قالوا لي الكلام ده، قالوا لي كل ما بيحطوا صور عن هو المفروض ان هم او اي حاجات من الصور دي بس هم عارفين بيتم تقييد الحساب. بس مش احنا عارفين كلنا ابجديات ايه الكلام اللي يمر على الفيسبوك؟ لا ما حضرتك زي ما بتقولي كده يا استاذ سهير، دلوقتي بقت في ناس موجوده على السوشيال ميديا بتقول المانوفر او ازاي تقدر تتحرك في ضوء اللي انت عايز تقوله من غير ما تمس الحاجات دي علشان ما يتعمل لكش لا تقييد للفيديو ولا غلق للحساب ولا حذف حسابك ولا الكلام اللي احنا بنسمعه. ففي بعض الحاجات يجب ان انت توصلي رسالتك من غير ما تستدعيها او تستخدميها بشكل واضح. بالظبط، يعني واضح مثلا لما بيجوا حتى لما بيجوا يكتبوا مثلا لو شرطه ونفصل الكلمه ونقطعها. بس خلي بال حضرتك ان الكلام ده ممكن يكون بينجح حاليا لكن ممكن كمان شهرين ثلاثة لا ينجح، لأن الذكاء الاصطناعي دلوقتي والتطوير بتاعه على منصات التواصل الاجتماعي. أيوة معنى كده باشمهندس وليد إن هم الحرب دي شرسة جدا جدا جدا. لما يبتدوا هم يقيدوا كم البوست اللي بتنزل من ولادنا اللي هم الشباب اللي موجود دعمه المتعلم اللي هو أحسن مني ومن من يعني الأكتر مودرن، يعني مودرن عننا، شايفين مثلا ان هم بيبعتوا رسائل لصفحات الفنانين الفلانيين. الاتحاد الاوروبي كلم ايلون ماسك، الاتحاد الاوروبي كلم ايلون ماسك وكلم ميتا وطلب منهم بحذف المحتوى. في الاول ايلون ماسك وده كان على شكل تويتات على صفحه ايلون ماسك على تويتر او على اكس حاليا يعني، وطلبوا منه حذف اي حاجه من هذا المحتوى.